صيف لبنان حافل بالمهرجانات. مروان خوري أحيا أمس حفل ناجح ضمن مهرجان ميروبا، حضروا ألاف من المتعطشين لجرعات من الرومانسية. ومروان اللي برصيده عدد كبير من الأغنيات الضاربة طبيعي يتفاعل معه الجمهور بشكل لافت. حالي بالمهرجانات لأنه هيدا أجمل مطرح بيقدر يوقف فيه الفنان، وأنا مبسوط أنه تنشطت كل هالمهرجانات، كانت المهرجانات الكبيرة ولا المهرجانات اللي كان إلى ماضي وعم ترجع هلأ، لأنه الفنان بيتواصل مع الناس بهالمطارح هيدي. لبنان حالة تحدي دائمة، ما تغير شيء بلبنان، نحن دائما صراع مع الوقت، صراع مع المستقبل. فظيعين هالسنتين وهالسنة، يعني عدد المهرجانات واشتراك الفنانين إن كان لبناني أو أجانب، هيدي صفة لبنانية بامتياز. صراحة ما بدنا نسأل على الأوضاع السياسية التانية لأنه بنعرف الصعوبات هي ذاتها، بس بنتأمل بغد أفضل. ومن مروان خوري إلى ملحم بركات اللي أطرب الحاضرين بمهرجان أقيم بسرايا بعبدة، حيث أقامت بلدية بعبدة الويزة برعاية وزير السياحة ميشيل فرعون حفل تحول إلى مظاهرة فنية. وقدم ملحم بركات على المسرح بأجمل الكلمات صديق الشاعر نزار فرانسيس. الله يحميك. كرمت وزارة الاقتصاد والتجارة لجنة مهرجانات بعلبك الدولية وفرقة كاراكلا، وذلك على مسرح معبد باخوس بقلعة بعلبك بحضور الوزير غازي زعيتر ممثلا الرئيسين نبيه بري وتمام سلام. وجاء التكريم نظرا للدور الثقافي والفني اللي لعبته فرقة كاراكلا على مدار عشرات السنوات. محبة الشعب اللبناني لفن كاراكلا شكلت الحافز للاستمرارية والطاقة للصعود نحو الأعلى. من أول بدايتنا عام 1968 لليوم ما توقفوا من العطاء لا في الحرب ولا في السلم، بس بحب ذكركم أنه الفرقة أثناء الحرب ما توقفت ولا يوم، بقت دور العالم وتبرهن للعالم أنه لبنان عائلة وحدة، لبنان موحد ما بيتقسم، ولبنان عائلة وحدة مسيحية وإسلام وسنية وشيعة ودروز وأرمن، لبنان واحد ما بيتغير. هيدي كانت أخبارنا بفقرتنا لليلة، عودة لعندك سمر.